حضراتكم، احنا النهارده بنتكلم على موضوع مهم جدا في مصر، اللي هو اسمه الشبكيه السكريه. والسكر في مصر بالنسبه دلوقتي بقت عاليه بالنسبه للناس. والسكر ده من نوعين، يا اما النوع الاولاني ده بيجي للاطفال في سن 10 سنين عشان خلايا الانسولين اللي موجوده في البنكرياس تبقى نسبتها اقل من الطبيعي، يا اما بيجي بعد كده للناس الكبار نتيجه طبعا نقص الانسولين في الدم. ايا كان، اللي انا احب اقوله ان السكر ده من ضمن الحاجات اللي بيأثر فيها، بيأثر على شبكية العين. وشبكية العين احنا عندنا كان حظنا كويس ان احنا بالنسبة لنا احنا كأخصائيين عيون، ان احنا نقدر نشوف التغيرات اللي بتحصل في الشرايين والأوردة والأوعية الدموية بتاعت العين عن طريق فتح قاع العين بالقطرة. التغيرات اللي بتحصل دي نتيجة ايه بقى؟ نتيجة ان السكر اساسا اما بيأثر على العين بيأثر بطول المدة. اهم حاجة تبقى الناس فهمها ان طول المدة بتأثر على شبكية العين. يعني بعد اول 5 سنين لازم مريض السكر يعمل كشف فحص دوري على العين، عشان لو في اي مشاكل بدأت تظهر من السكر على الشبكية تقدر تتعالج على طول. الشبكية السكرية بتتأثر بالسكر عن طريق انها بتخنق الشرايين، وما بتخنق الشرايين طبعا بتقلل كمية الاكسجين اللي واردة للشبكية، وبالتالي بيبدأ يحصل بعد كده ان الشرايين بتاعت الشبكية تبدأ ترشح. ومعنى شرح انها ترشح يعني ممكن تنزل مية، والرشح ده بيجي دايما في اكتر حتة حساسة في العين اللي هي مقولة العين اللي احنا بنشوف ميها. فدايما لما اول حاجة بتحصل في الشبكية السكرية رشح في مقولة العين، فيجي العيان يقول انا دلوقتي حاسس بزغللة ومش قادر احدد الاشخاص، مش قادر ادخل المفتاح في العربية، مش قادر اشوف كويس، وبالليل النور بيزغللني. ففي الحالة دي أول حاجة نقولها للمريض إن هو لازم يظبط السكر الأول، ونمرة اتنين إن احنا ممكن نعمل له علاج بالليزر، نقفل له الأوعية دي اللي هي بترشح المية في المقولة، ممكن النظر يرجع كويس تاني. النقطة التانية اللي أحب أقولها إن ممكن الشرايين بتاعت الشبكية تبدأ يحصل لها نزف، ويبدأ يحصل نزيف في الشبكية، ويبدأ المريض بقى يعاني من إنه بيبدأ يشوف نقط حمراء قدام عينيه. المرحلة بقى الأخطر من كده إن بعد ما الشبكية بتتخنق من السكر أكتر وأكتر، ممكن يحصل بقى إيه؟ إن في شرايين صغيرة طفيلية تبدأ تخترق من الشبكية، تبدأ تظهر من الشبكية وتخترق حاجة اسمها السائل الزجاجي، وتبدأ تنزف. فيجي العيان يشكي يقول إيه؟ أنا شايف الحاجة حمراء قدام عينيه. وفعلا هو شايف الحاجة حمراء قدام عينيه لأن دلوقتي بقى في دم قدامه، فهو لازم يبص كويس على العين. وفي الحاله دي اما لازم يعرض بسرعه على استشاري الشبكيه. العلاجات بقى دلوقتي بتاعت انزفه الجسم الزجاجي اختلفت كتير عن الاول. اول حاجه احنا ممكن نسيب العيان حموضة 3 اسابيع او شهر، ممكن النزيف بتاع الجسم الزجاجي ده يعني ان شاء الله ممكن ينتهي، وبعدين بعد كده نعمل ليزر للشبكيه بتاعت العين عن طريق استخدام الارجون ليزر للشبكيه. النقطه الثانيه بقى اللي احنا برضو نحب نستخدمها، ممكن نستخدم حاجه اسمها الحقن الشبكي عن طريق ان احنا بنستخدم مواد معينه. المواد المعينه دي بتقفل الشرايين وبتقفل الاورده الطفيليه اللي طالعه في العين، وبالتالي بتقدر تتخلص من انزفه الجسم الزجاجي. بس دي بتبقى ليها كورس معين، العيان بياخد اكتر من حقنه. لا قدر الله لو النزيف بقى ما وقفش بعد الحاجات دي وشد على الشبكيه، بنضطر ان احنا نعمل عمليه معينه جدا مشهوره برضو اسمها ازاله الجسم الزجاجي وحقن زيت السيليكون، ان احنا بنشيل الدم ده كله وبننيم الشبكيه تاني مكانها وبنعمل ليزر. والعمليه دي برضو بتجيب نتيجه كبيره، بس ما ننصحش ان المرضى بتوعنا يوصلوا للمرحله الاخيره دي، لان معنى ان السكر بيبقى فتره طويله والشرايين بتاع الشبكيه بتنزف معناها ان نسب الرؤيه والخلايا الحساسه اللي في الشبكيه نفسها بتبقى تلفت. فاحنا ما نحبش نخلي العيان بتاعنا يوصل للمرحله الاخيره ديت. يعني احنا اساس القصه كلها بتاعت الشبكيه السكريه ان لازم المريض يراعي نفسه عن طريق السكر. السكر لو مش بيعلى عند المريض ممكن ما يحسش باعراض شبكيه كبيره، يعني يكون كبيره مثلا بس ان هو يكون حصل رشح شويه ويقدر ياخد شويه ليزر وخلاص. ما نضطرش بقى ان احنا نحقن المواد التانيه او نستخدم حقن الكورتيزون في العين بالنسبه للرشح بتاع الشبكيه، عشان الرشح بتاع الشبكيه ده ممكن ايوه يروح من حقن الكورتيزون داخل العين، لكن ممكن يسبب برضه ارتفاع في ضغط العين ويسبب برضه الميه البيضاء بعد كده. واساس القصه كلها ان لازم العيان يراعي نفسه بعد اول 5 سنين، يعمل فحص دوري عند استشاري الشبكيه كل 6 شهور، واي ما يظهر عنده اي عرض من اعراض الشبكيه تبدا تتعالج على طول زي ما احنا قلنا، يا اما بالليزر يا اما بالحقن يا اما بالجراحه.